السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم أمدود شاو. في هذه الحلقة سوف نتم سلسلة بريد الجزائر. هذه الحلقة سوف تكون مهمة جدا جدا، وهي ملء الصك البريدي أو الشيك. سنقوم بالشرح على وثيقتين، الصك البريدي القديم والصك البريدي الجديد عليهما. لكن قبل هذا، إن كانت هذه زيارتك الأولى، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لنصلكم بكل جديد، وإن شاء الله تكون معلومات مفيدة. لا تذهب بعيدا، فلننطلق الآن. السلام عليكم. كما قلنا، سوف نتكلم عن ملء الشيكين الأول، الشيك الأول، وسوف نتكلم عن ملء الشيك الثاني. عملية الملء بالنسبة للشيك الأول ستكون كالتالي، كما تلاحظون هنا عندك المبلغ، قدر هنا ما تكسب لا مبلغ ولا شيء. هنا نتكلم على هذا. هنا سوف نقوم بكتابة المبلغ بالأرقام، وهنا كتابته بشكل الحروف على حروف، ثم نكتب إلى المعني. المعني هو ستجدونه هنا في الشكل، في هذا المكان سوف يكون هو اسم المعني، ثم نقوم بالإمضاء. فقط ثلاث معلومات: المبلغ، اسم أو كتابة المبلغ بالحروف، وهنا إلى المعني، ثم إمضاءك هنا. ويمكنك أيضا الإمضاء هنا، تقوم بالإمضاء في هذا المكان، يعني غير محدد، هو يعني هذا المكان كما قلنا. بالنسبة للملء مثلا، نقوم بملء مبلغ معين. بالنسبة للشكل الشيك أو الصك البريدي الجديد، فهي نفس الخطوات تقريبا، يعني ليس هناك جديد. تقوم ب كتابة المبلغ هنا بالدينار الجزائري، ثم ادفع مقابل هذا الصك. تقوم بكتابة الحروف إلى من؟ لأمر المعني، ثم تقوم بالتوقيع. التوقيع هنا، التوقيع تقوم بالإمضاء هنا. وبالنسبة للصفحة الخلفية، لست مضطر إلى الإمضاء مثل هذه الصفحة. عملية ملء الشيك سنتابعها معا. كما قلنا هنا مثلا، نريد سحب مبلغ مثلا 600 ألف، يعني كما نقولها بالشكل العادي 600 ألف. نريد سحب مبلغ 600 ألف، نكتب 600 ألف، ثم نكتب هذه 600 ألف دينار جزائري، ونديروا خط هنا، ثم نكتب، نحاول البرك فقط، انا اخطات، نحاول نديروا الكتابه داخل المربع. ادفعوا مبلغ 6000 دينار جزائري الى المعني، هذا الى المعني، ثم تمضي امضاء امدو ستوديو. هذا فقط تمثيل، ثم نقوم بالإمضاء هنا أيضا، أمدو ستوديو. حاول أنه يكون الإمضاء مشابه لبطاقة التعريف الخاصة بك. قد يسأل سائل، كيف أعرف المبلغ؟ يعني لدي مشكلة في معرفة المبلغ هنا، كيف أعرفه، كيف يكتب؟ أنا كتبت 600 ألف، كيف نعرف نكتبه بشكل عادي؟ الطريقة يمكن، سوف يظهر لكم أعلى الفيديو رابط الحلقة التي تعرض لكم طريقة كتاب العملة الجزائرية، يعني كيف تكتبها، كيف نتكلمها نحن بالدينار، يعني 600 ألف، 500 ألف، بالألف هذه، وكيف تكتبها بالسنتيم، يعني بالطريقة الرسمية. هذه في الفيديو الفوق، اضغط على الرابط مباشرة أو في الوصف. بالنسبة للصك البريدي الثاني، وهو نفس الخطوات، نكتب مثلا مبلغ 600 ألف،
ثم ادفع مقابل هذا الصك 6000 دينار جزائري لأمر المعني، ولنقل لأمر المعني تجدون معلومات المعني هنا، ثم نوقع هنا. بهذا يمكنك سحب بنسخة من بطاقة التعريف وبطاقة التعريف الأصلية، وباستعمال الشيك الأول أو الثاني تقوم بالسحب. كاين شخص يسأل يقول كيفاش نكتب أنا 600000 هنا، والله كيفاش عرفتها أصلا 6000 دينار؟ في صندوق الوصف يوجد رابط لشرح. نتمنى أننا قدمنا الفائدة. السلام عليكم.